دائرة الدراما الإذاعية تقدم التمثيلية الإذاعية حطب أسود. حطب أسود. التأليف كامل محمود. حطب أسود. الإخراج فراس عباس. فارس، ايه؟ جيب الحمار على السريع، خلينا نحط عليه الحطبات. الحمل صار جاهز. يلا يلا يلا. ها ولك امشي خلص لي ولك. لك شو صار معاك؟ هلا بيك بس علينا الحراشي، خلصني بقى. هات ناولني يا هات. ايوه هيك تمام، مسك هالحبل وعقده من عندك. اخ يا مهري، اخ 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 لك والله لكت. اخ الله يتوب علينا من هالمصلحه. اخ شو ناوي يعني تشتغل دكتور؟ يعني اذا سرت فيك وعجزت عنها ما فلحت فيها؟ ماني فاضي لمسخرتك هلا عابد. اخ اخ قلتك هدول بكفوا مع اللي اشتريناه هون؟ بكفوا زياده، صار عنا قريب الطول. معناها الطبخة راح تكون محرزة. لك شو مفكر انت؟ يلا خلينا نمشي قبل ما يجهجه بضو. يلا يلا امشي امشي. مين عم تقصد يا افندي؟ لا غنى عنك، عم بقصد الحمار. ولك حا. ايوه ولك حا. اهلين اخي فوزي. اهلين عمرني. شو نازل على المدينه؟ اين الله راد. شو كمان انت نازل؟ اي والله بدي انزل الشكل. خير ان شاء الله خير. اتفضل اطلع اطلع. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك ويوجه لك الخير. اللي عملوا العمله. اي عمله؟ خير شو صاير؟ لك تصور يا خليل، كان عندي كرم زيتون عند دور ابي الله يرحمه، عمر الوحده من هون من عمري. وكل سنه عم يعطوني موسم زيت تحكي فيه كل الديره. والله بعرف يا فوزي، ما بدي مين يقول لي. كل سنه امك الله يرحمها كانت توزع من منونه الزيت على الفقراء. اخ يا خليل، اه عادي مين الضمير ما خلوا فيها لا زيت ولا زيتون. أوف. لك يا حسرتي قطعوا الكرب كله كله يا خليل. شو عم تحكي يا فوزي؟ مين اللي مساوي العملي هي؟ ما في انسان بخاف الله بيساويها. ادمي ادمك يا خليل، بس والله والله اذا عرفتوا لا يلوم غير حاله مين ما كان. لك شكيتوا لعالله، شكيتوا لعالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو صاير بالناس؟ عميت بصيرتهم؟ كل مين صاير اللهم اسالك نفسي. لك مو هيك تربينا؟ مو هيك مو هيك؟
طول بالك يا فوزي، وإلا ما ينعرف الفاعل إن عاجلا أم آجلا. الله يسمع منك يا خليل، الله يسمع منك. جابوا هذا هلا؟ الله لا كان جاب الغلا. يا اهلين ومرحبتين بالسد منزير، حلت علينا البركه. تفضل يا غالي تفضل. مو وقتها هلا، جاي احكي كلمتين وامشي. ايه لا مو حلوه وقفتك على الباب كرمال واجبك. ايمني هلا من هلا لك المصدي وقل لي شو صار معك من شال معلوم ولا؟ وحياة السد منزل على الغالي، لسه ما قبينا الحطبات وسطرناهن على المترين، مهلنا فيهن شوي لبين ما تجي فرصة مشان يكون معنا مصروف لوقتها. حبيبي يا ريت ما تنسى انت وصاحبك البهيم انه انتو عم تشتغلوا بدون رخصة، وهي فيها عقوبة كبيرة. هي اولا. ثانيا انتو عم تقطعوا من احراج الدولة، وانا ماني حابب اتبهدل من وراكم. عم تفهموا؟ الله وكيلك، لقمة خبز ما في ببيوتنا. اصبرنا هالكم يوم. بما انه هيك يكون بعلمك نقلة الحطب الجاية ما بتمشي غير على جستي. انا ماني مضطر بهدل حالي كرمالكم. عم تفهم؟ خاطرك. الله معك. ولي شو هالورطة؟ شو العمل هلا؟ أحسن شي خبر فارس إلا ما نهتدي على حل. لك الله يقصف عمرك، شو بالها موطي وعينك ضيقة. تفيه يلعنك واحد حشرة. تفضل يا عم استريح وحكي لي القصة. لك اخ يا سيدي اخ، رزقي كله راح وتعبي ضاع، كرم زيتون مثل ما هو بحاله. قطعوني اياه، قطعوني اياه يا سيدي. حرقوا قلبي، حرقوا قلبي، الله ينتقم منهم. اهدى اهدى يا عم، وبوعدك انه حقك رح يرجع لك. عم انت بمين بتشك يكون عامل هاي العملة؟ في لك عداوة مع حدا؟ أو إلو أسبائية عندكم؟ أبداً يا سيدي، ما إلي عداوة مع حدا. وبالنسبة لهي الشغلة، في ناس بتضيعة كتير بتتعيش منها، بس أغلبيته بيعتمد على قطع شجر الدوام. هاد ما حدا من أهل الضيعة إلو شغل فيه، بيتركوه للمشحرجية يقطعوا ويستفيدوا منه من باب الشفقة يعني. بس يلي مجنني يا سيدي، كيف إجا من قلبهم يقطعوا شجر الزيتون؟ كيف؟ والله ما نعمل سواعي. يام الأشجار شو ما كان نوعها قطعها مخالف القانون، لأنه بتسبب ضرر كبير للبيئة. في الواحد يستعيد بأي عمل غير هذا، لأنه بالإضافة للقطع الجائر سنوياً عم يصير عنا حرائق بالصيف من وراء عمال الفحم. أنا هلأ رح أتواصل مع مأمورين الأحراج وخليهم يتابعوا الموضوع. لا تأكل هم عمي، إن شاء الله رح نمسك الفاعلين وينالوا جزاؤهم. الله يكتر خيرك يا ابني، إلهي وفقك من عالي سماء ويحميك لشبابك. وهلأ بالإذن منك سيدي. ولو يا عم، هذا واجبنا. إذنك معك، مع ألف سلام. تفضل ابن عمي،
هاي العشاء صار جاهز. الله يسلم ايديك يا ام خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا غالي. الله يزيد فضلك يا رب. ابن عمي شبك؟ حاسستك مانك على بعضك اليوم. والله يا ام خالد قلبي عند هالمسكين فوزي. يا حرام شو صاير فيه؟ خير ان شاء الله ابن عمي، شو صاير معه؟ قاطعين كل شجر الزيتون يلي بكرمه، هدول اللي ما بخافوا الله. يا لطيف. ومين بده يكون ورا هيك عمله يا ترى؟ الله اعلم يا بنت عمي، بس اكيد هذا واحد عاملها نكايه فيه. الله لا يسامحه مين ما كان، لانه ما بيقطع الشجر المسمير غير كل كافر وجاهد. ايه والله صدقت يا ابن عمي، بكره رايحه لعند مرته بشق عليها وبواسيها شوي. طول عمرك اصيله يا بنت العم، اتصرفي. وفي بالصندوق مبلغ حطي له ياهن جبران خاطر. الله يجبر بخاطرك ويرزقك ويعوض عليك كل قرش بعشرة. الله يخلي لياك يا غالي. الحمد لله رب العالمين. يا رب لنقوم نغسل ونحط راسنا من النام. حاكم ظهري مكسور من القعدة ورا الدركسيون. قريته ألف صحة وهنا. الله يقويك ويلبسك توب العافية ويديمك ستر وغطى إلنا يا رب. الله يرضى عليك يا بنت عمي. قلك لا تخلي الجنونة تطلع عليكي. ها وين حاطة المصاري؟ وين عم قلك ما في ولا فرنك. خاف الله بقى، حاجتك روع من هالسم الهاري هاد. الناس عم بتصلي وتستغفر ربها وانت عم تحصل ذنوب. وليه انت بدك تعلميني شو ساوي يا جردونة؟ ولك كله لاني احتجتك بهالقرشين. بسيطة منتحاسب. هدول القرشين لازم يكونوا من حق اولادك، مو لتصرفهم على بسطك وبس. يعني في وعم بتخبي علي مو هيك؟ لا لك والله لا احسب الله مو خلقك. ولك وين حاططيهم؟ احكي لشوف. طيب خلص ماشي خدهم. خود هاتي دحشتيهم بيعبك. هاتي شفتي ما احلاكي هيك؟ وحياتك يا سوها لعوض لك ياهن اول ما نبيع الرزق. يلا سلام، انا رايح لعند رفيقي عابد خاطرك. اقدر بيسد وما يرد. الله لا يوفقك ولا يوجه لك الخير يا ندل. أهلين بعابد. والله أنت عابد بعدك ما هيك. صحة شراب شراب وعبيلي الطاسة. لك بكرة بس ننبش الرزق الأسود ونبيعه. قولي على قلبي والله لا تقبل غير بفروج بروسلي مع الكاسة. هاك صحيح؟ ذكرتني من كم يوم مرق لعندي هذا الكلب من زير، كان مزعوج لأنه ما عطيناه عظمة هذا الأسبوع. أيوة كرمال هيك راسه ألف سيف ما رح يخلي الحمل يمرق بكرة. قولي على بعضي أنا لك. وبعدين معه هذا
هذا يا صاحبي الظاهر كبران الخسة براسه. بسيطة بسيطة، أنا بورجي. اسمعني، اسمع شو بدي لك. بكرة أنت بتمرق لعند خليل وبتقله منشان نروح نجيب الفحمات من الأرض، وموضوع منذر بتتركه علي، دواء عندي أنا لا تأكلها. صب. لا واثق كتير من حالك، هذا حطنا براسه، وإذا أصعد بروحنا بليلة ما فيها ضوء أمار. لك إذا هو العدل أنا رباطها، مو إذا بيكون المأمور، إذا بيكون مدير الأحراج كل أنا ماني سائل عليه. بينتو حرك اليانسون معك على الآخر. فارس أنت مانك قدو لمنزير، أصحى حبيبي أصحى، هذا بيقدر يروحنا بخبر كان. وينك وقت الأمر بيتعلق بالمصاري؟ لك لا هو ولا غيره فيهم يوقفوا بطريقي أنا. وبكرة بتشوف أنا فارس. ها ايه بكرة منشوف أنا اللي علي ساويته، وانت تصطفل. وهي آخر غبة اصطفل. مساء الخير يا أم خالد. أهلين، الله يعطيك ألف عافية ابن عمي. الله يعافي قلبك يا غالي. ليش ما صفيت البيكاب بالكراج؟ اجتني طلبية مستعجلة، قلت بيجي بتعشى وبروح. طيب شو هالطلبية هي اللي بالساعة 10 بالليل ابن عمي؟ والله شغلت لي بالي. الله لا يشغل لك بالي يا غالي، اطمني. الطلب ضمن الضيعة، شغلة ساعة زمان وبرجع. طلب وضمن الضيعة، والله مالي عم بفهم عليك. جاني عابد وخبرني انه عنده نقلة فحم من المتارب القبلية لجوات الضيعة. أيوة. قلنا رزقه واجتنا، ما بصير نضيعها. ايه بس انت بتعرف كتير منيح منو هاد عابد، هو وصاحبه فارس ارزل اتنين بهالدنيا، واكيد في وراهن شي بلوة. بعدين يعني هيك اوام لحقت تنسى قصة هالمسكين فوزي؟ اخ والله بعرف يا بنت الحلال، بس عابد شرح لي انه امورهن تعبانة وبحاجة مصاري جماعة، لهيك قلت لحالي يا رجال طابعهم، ما أنا خسران شي. بهالناحية معك حق. خلص ابن عمي اشتغل يلي بتلاقي مناسب، بس أمانة دير بالك منه. هدول غدارين وما بتعرف شو بيعملوا معك. لا تاكلي هم، إن شاء الله ما بيصير غير الخير. يا ريت لحقي اللقمة على السريع زكاتك وخليني اتيسر. ايه من عيوني، يلا ها دقايق وبيكون الأكل جاهز. معني منيح عابد، هلأ شو ما صار انت بتضلك واقف على جنب وما بتفتح تمك بحرف واحد، فهمان؟ فهمني انت على شو ناوي؟ من مبارح وضعك معاجبني. ها لك والله لخلي ليلته سودة اليوم. والله فارس لا تنسى انه هذا ابن حكومة، لا تورطنا ببوس ايدك، نحن بدنا سلتنا بلا عنب. ولك شو يعني ها؟ يقطع رزقنا ونسكت له؟ لك نحن لولا عود هالحطب ما عم نشبع اللقمة. وأي لقمة؟ لقمة مغمسة بالدم، عم نطح مثل الحمير، وهو ما شغلته غير ينظم ضبوطة الطالعة والنازلة. أجلي الموضوع هلأ، ليكو إجا خليل. شو جاهزين يا شباب؟ جاهزين عمي. يلا فارس ايدك معي لنحط الرزق بالسيارة. يلا ها يلا ها ناولي على بعد يلا. ايوه يا رب.
خذ هالشنطة، البركة وازنة. على مهلك، على مهلك. الثانية هات الثانية. ايه يا الله، خذ هي كمان سنور. يا كريم شهلنا. يلا فارس حمل هي، خذ. يلا يا اخي دور، عم بيدور. ايه يا كريم يا رب. تأخر أبي كتير يا أمو؟ لا تقبرني، شغلت نص ساعة وبيكون هون. والله صاير عم اشتاق له كتير، بالنهار بكون بالمدرسة وعشية هو بالشغل. تقبر قلبي إن شاء الله، والله معك حق يا عيوني. بس أنت بتعرف إذا ما اشتغل أبوك من وين بدنا نعيش؟ بعدين لا تنساها، لازمنا مصروف منيح، مزبوط ولا لا؟ إيه والله يا أمي كلامك صح. أمي؟ والله بس يجي أبي يقول لي له خالد مشتاق لك كتير وبيحبك. إيه؟ لك يا عمري أنت، تكرم عيونك يا روحي. تصبحي على خير يا ماما. وأنت من أهله تقبلني. ولك أنا شو نبهتك ولك عابد؟ ايه ما قلت لك إنه إذا بشوفكم رح تنزبطوا؟ ولك إذا رجال بتساويها؟ والله وعامل لي حالك رجال ولا؟ ولك أنا منزل ولا؟ روح اسأل عني. وسخنتك وبعرفها وما في داعي للسؤال. ولك نزل الحمل بسرعة وانقلعوا من قدامي أنت وياه. يلا ما عندي وقت ضيعوا معكم. ايه تعال هون لورجيك لكان. خذ لكان سيفك، خذ لشوف. والله لنعم انا من زمان ناوي يا خلاني. فارس يا منزل، خذ لشوف. يا فارس يا فارس، خذ لشوف، خذ لشوف. لسه ما مفش حرقي منك يا نجس، بس كل شي بحسابه وحياتك. والله لولا الشباب كنت ورجيتك قيمتك اكثر من هيك. اطلع خليل، اطلع. واذا زلمه بتحكي حرف خد. بسيطه يا كلب، اي رقم السياره صار معي؟ والله والله نتمنيك تفوز الصرامي. فهمني شو اللي صاير معك؟ ليش هيك لونك مخطوف؟ عم قلك ما في شي، ضبي لي زوادة وخليني امشي. يلا تحركي احسن ما انزع مساكي. ها ايه ايه خلص امرك، لا تعصب، رايحة. بسيطة يا منزر الكلب، والله لخليك تشتهي الموت يا واطي. ولك شو صار معك؟ هاي الزوادة، تفضل. اسمعيني منيح ولا؟ لا. مين ما سألك عني ما بتعرفي أنا وين؟ عم تفهمي ولا عيد؟ لا خلص فهمت أمرك، عم بفهم. دقري الباب وراي وما بتفتحي لأي مخلوق مين ما كان يكون. ها؟ ايه حاضر. يلا بخاطرك. يا ربي دخيلك، شو بده يكون مساوي هالرجال؟ يا رب تجيب العواقب سليمة يا رب.
بقى هيك صار معنا يا أم خالي. أيوة من هالشي تأخرت لأجيت. إيه والله كان قلبي حاسسني، قلت لك هدول ما بيجي منهم غير المصايب. هلا الحمد لله عدت على خير، بس أكيد من زير ما رح ينسالوا يا أهل فارس. يا فرحتي، يا خوفي يجرك معه وتروح بين الرجلين، أنا وقتها شو بدي ساوي بحالي؟ لا ما بظن منذر ساوي هيك، أنا لا دخلني ولا خرجني، أنا كنت بطلب وما لي علاقة، بتوصيني بشيء أنا طالع على الشغل. لا بدي سلامتك، انتبه على حالك. ولا يهمك، سلام. الله معك. عجبك هيك يا أفندي؟ هي صفينا ملحوشين بالبراري وكله من تحت راسك. لك أكيد مو عاجبني، بس بضل هون بالبرية طول عمري أهون من القعدة بالنظارة. إيه ولإمتى بدنا نضل على هالحالة؟ شو لازم نتصرف؟ قلي. هلأ لازم نرد له الصاع 10 للخسيس منذر. لك هبرته تهبير للزلمة ولسه ما شفغ لك؟ يا لطيف شو انك حقودي. لك مو بس هيك يا غشيم، انا يلي بالي اكبر من هيك بكتير بكتير. ايوه هات لشوف شو في بالك. الصيغة يلي عند مرته بالبيت بدي اوصل لها وبأي تمن. بدك تمد ايدك للحرام؟ لك شو انت؟ بركاتك يا شيخي. شو نسيت كرم الزيتون تبع فوزي يلي شفطته بموسم الزيتون وقطعت له الشجر وبعتهم بالشتوية؟ ولك عم تسقي ولادك زيت زيتون سرقة، هذا غير الحطبات يلي بعتهم وأكلت فيهم خبز. شو ما تجاوب؟ ايه بس هلأ تبنى تبنى ومشي الحال. تبت ها؟ 15 يوم عن قطع الزيتون ما فيك تعتبره توبة. بقى حاجة تلف وتدور، انت معي ولا لا؟ خلاص معك معك. هلأ انت عيني، جهز لي حالك بكرة المساء. وجب معلم. بدك شي؟ أنا ماشي. لك خليك ارتاح، أنت ليش هيك مستعجل؟ ارتاح اليوم. ما فيني يا ضحى، ما فيني، النار عم تاكلني. لك أنا منذر منذر أنا، يجي شقفة جردون يتطاول علي. خلص يا حبيبي خلص وانسى، لك أنت مو خبرت الجنائية عليهم؟ خلص ريح راسك. إذا ما شفته عم ينزل قدامي مستحيل يهنى لي عيش، مستحيل. لك الله لا يوجه له الخير وينتقم منه. يلا ديري بالك على حالك، ما بدي وصيكي. يلا سلام. الله معك ويا حرسك. الله معك يا ربي بخيلك. يا خديل قلبي مثل النار عليك. خير ان شاء الله، شو صاير معي؟ ليش كل هالخوفات؟ مصيبه وحلت علينا. اوف لك احكي شو السيره وغوشيني. اجت دوريه من الامن الجنائي وسالوا عنك. أوف. وقالوا لي بس يوصل بتخليه يراجعنا. الامن الجنائي؟ خير ان شاء الله، شو بدهم مني؟ والله شغله بتحط العقل بالكف. معقول يكون مشان السيره ذاتها تبع فارس؟ لا ما بظن، بعدين انا شو دخلني بالموضوع؟ وحتى لو كان
بيكون بدهم ياخذوا أقوالي مو أكتر. والله أنا قلبي قامتني من هالسيرة. اللي هلأ شو ناوي تعمل؟ أكيد بدي روح. شو بدك كان يتخبى يعني؟ يا ربي دخيلك، من وين عم تجينا كل هالمصائب؟ والله ما بعرف. إن شاء الله خير، أنا ماشي لشوف شو السيرة وبرجع. يلا بخاطري. الله يكون معك ويحرسك، دير بالك على حالك. ايه يا سيد خليل، انت نقلت حمولة الفحم بسيارتك الخاصة، ما هيك؟ ايه سيدي، يعني وين المشكلة بالموضوع؟ ما بتعرف انه صناعة الفحم ونقله والإتجار فيه بدون ترخيص جريمة وبيعاقب عليها القانون؟ الله وكيلك يا سيدي، انا مالي علاقة، هي اول مرة بنقل فحم، ولاني بعرف انه فارس وعابد درويش وعم يسترزقوا من هاي الشغلة، لهيك وصلت لهم طلبية بسيارتي. بس يا سيد خليل، هذا الشيء ما بشفع لك، هذا مو عذر. أنا آسف، لكن مضطر إني وقفك لبين ما يبينوا عابد وفارس، وبكل الأحوال حتى لو بينوا عقوبتك ما ممكن تقل عن 6 شهور. بس أنا رح أخذ بعين الاعتبار إنك سلمت حالك، ويذكر هذا الشيء بالمحضر التحقيق. لا تقولها يا سيدي، والله أنا ما لي ذنب، يعني هلأ هي الجزات اللي بساوي خير مع الناس؟ للأسف يا سيد خليل، انت ساويت الخير بغير مطرحه. مساعد انس. نعم سيدي. خذ خليل على النظارة، وبتاخذ دورية على الضيعة، بتسكر كل مخارج ومداخل الحارات فيها. بدي فارس وعابد يكونوا عندي الليلة، عم تفهم؟ حاضر سيدي، شرف معي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. للأسف يا أختي، بس بترجاكي ما جيبي سيرة إني أنا خبرتك. أنا لأنه بعزه لخليل كتير، جيت هون ومتحمل المسؤولية. يا ربي دخيلك على هالمصيبة، يا ربي شو عم بيصير معنا؟ يا رب تنتقم منه لأهل كلاب. إيه الله يهدي بالك يا أختي ويكون معي. المهم لازم توكلي له محامي لأنه علاقته كتير كبيرة. يلا بالإذن. كتر خيرك يا أخي، كتر خيرك، فضلت علينا. ولو فضي على حالي يا أختي. يلا السلام عليكم. الله معك أخي. يا رب يا رب تكون مع خليل بجاه كلمة إله جاه عندك، يا رب تنتقم من هالظلام قادر. هيك صارت جزات المعروف. دخيل حكمتك يا رب، دخيلك تكون معي. يا الله انت بتعرف شو كانت نيتي من كل هالقصة هي. اخ يا ربي اخ، ليش هيك عم يصير؟ ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لك انت شو اللي جابك لهون؟ ما بتعرف انه الامن قالب الدنيا عليك؟ الله وكيلك، انا ما دخلني. لك انا كنت عم اشتغل مع الزفت خليل، وهو يلي ورطنا، الله لا يوجه له الخير.
لك خاف الله، خاف الله، على مين عم تضحك انت؟ افتريتوا على هالمسكين انت وصاحبك الخسيس؟ لك يا ويلكم من عذاب رب العالمين. اسمعيني وليه؟ اسمعيني، انا تحملتك كتير ها؟ اذا بسمع منك حرف واحد بهذا الموضوع ما بترومي غير حالك ها؟ عم تفهمي؟ ايه فلت شعري، خلصنا معك، خلاص ما بقى عيدة والله العظيم. طولان لسانك كتير، بس هلأ ماني فاضي لك. فوتي نقبري وسكري الباب وراكي واندفسي. أمرك أمرك. يلا حاضر. الله لا يقشعك الخير يا فارس. ولك فوتي لجوا. خلصنا، شو صار معك؟ افتح القفل بسرعة، هلأ حدا بيشوفنا. ايه طول بالك، ليش بصلتك محروقة؟ لك ايه عن أخت القفل اللي ما عم يفتح لك؟ افتح بقى. مشي الحال، يلا تعال فوت فارس. قلبي مو مطمئن، خلينا نروح أحسن ما ننفضح. ولك فوتوا، لا فوتوا، لا تجبن، أنا معك ما تخاف. يلا امشي امشي، بس بشويش لا تطالع صوت ها. يلا يلا. لك من انتو؟ من انتو؟ شو شاب كله هون؟ يا جيران، لك يا جيران الحقوني بشار الله. خرسي وليه؟ خرسي وسد ببوزك وطالعي كل الصيغة يلي معك. يلا بسرعة. لا بسرعة. أنا أمرك أمرك أمرك، بس دخيلك دخيلك، لا تقتلني لا تقتلني. ولك يلا تحركي. روح هيك. وليه؟ ولك عم تدفشيني يا بنت الكلب؟ ولك تعي لهون، وين رايحة؟ ولك عابد؟ ولك الحق عابد؟ تعي لهون، ولك الحق. يلا البيت محاصر كله، سلموا حالكم فورا. العمى منين طلع لنا هاد؟ الله لا يعطيك العافية يا فارس، روحتنا دبلكة. ايه وبعدين يا فارس؟ سيدي تعاركت انا وياه وضربته وطلبت من خليل يمشي، يعني قلت له امشي غصبا عنك. وبعد ما هربنا حطيت براسي اني فوت على بيته واسرق الصيغه تبع مرته، بس مشان علم عليه واحرق له قلبه. وانت يا عابد شو قصتك مع عرض فوزي؟ الله يلعن هالحاجة يا سيدي، صدقني لولا الحاجة ما سويت هيك. هذا الشيطان هو اللي ذهب بعقلي، سامحني يا سيدي دخيلك. احكي لي مين كان معك بوقتها؟ كنا أنا وفارس يا سيدي، وقتها كانت الدنيا برد كتير، ويشهد الله ببيتي ما في رغيف خبز. من أهلي وعوزي يا سيدي ناديت لفارس ونزلنا على الأرض وبلشنا فيها قطع، ونقلناهن على الحمار أجلك وبعتهن وفكيت فيهن ديقتي. فكيت ديقتك بالمشروب وبالسم الهاري ما هيك؟ ما فكرت بهذا المسكين شو رح يصير فيه بعملتك السودة أنت وياه؟ بكل الأحوال بكرة بتتحولوا على المحكمة وهي بتقرر مصيركن. يا ابني. حاضر سيدي. تعال خذهن على النظارة. أمرك سيدي، يلا تحرك تحرك. يلا إن شاء الله يا سيدي. يلا شوف يعني نحن
قلت لك يا خليل، قلت لك هدول زعران وما بيتأمل لهم. لك يا خليل، طيبة القلب الزايدة هي اللي بتدمر صاحبها بهذا الزمان. آخ يا خولة آخ، طول عمري ماشي الحيط الحيط وطالب من ربي السترة. آخر شي كنت بتوقعه إني وصل لهم. وين بدي ودي وشي من الناس؟ وين؟ وكل الله يا خليل، رب العالمين ما ممكن ينساك أبدا. صدقني هذا امتحان لصبرك وقوة إيمانك. سامحني يا فوزي، صدقني ما كنت متوقع إنه هالكلب عابي هو اللي ساوي معك هالفصل الناقص. أنا مسامحك يا خليل، أنت مالك ذنب، أنت كانت نيتك صافية. بس برجع وبقلك رب العالمين هيك رايد. هذا الدرس كان قاسي كتير، علمني إن الإنسان لازم يفكر بعقله دائما وما يسمح للعواطف إنه تسيطر عليه. يا ريتني حكمت عقلي وما طلعت بهداك المشوار. يا ريت وألف يا ريت. التمثيلية الإذاعية حطب أسود. حطب أسود. معكم في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات موفق الأحمد، أميرة حديفة، منذر فارس، دينا خانكان، حسان الفيصل، أنس الحاج، نهاد إبراهيم، عباس الحاوي، تماضر غانم، حسام السالم، عبد السلام بدوي، سلمان أبو عمار، جمال الدين زعير، علي يعقوب. حطب أسود. حطب أسود. التأليف كامل محمود. الإخراج فراس عباس.